في إطار التواصل ما بين المملكة المغربية ومجلس أوروبا التابع للاتحاد الأوروبي، تم عقد ورشة عمل تحت شعار تعزيز آفاق التعاون بين الغرب ومجلس أوروبا. هذا وقد تم خلال ورشة العمل هذه التي تم عقدها لأول مرة خارج القارة الأوروبية توقيع عدد من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الطرفين كالصحة وتبادل الخبرات في مجال الأنشطة الشبابية. أما في مدينة بلرمو الإيطالية